خاص قبل من هذا الشيء هذا خاص يجلسوا اطابل وتكون صراحه وتكون يكون تواصل بيناتهم. فمن جهه اي مدرب له السلطه الكامله انه يعيط لمن ما بغى، ومن جهه واحده اخرى فحرام المنتخب يضيع في هاد جوج لاعبين اللي عندهم امكانيات كبيره، واللي كنشوفوا دابا نصير مزراوي مطلوب في جميع الفرق الاوروبيه الكبيره بحال بارسا ريال مدريد يوفنتوس. حرام المنتخب ما يستفدش من هاد جوج هذا، يعني خاص يكون جلسه والتواصل وبصراحه كما قال زياش. هضر على توخيل شنو قال؟ قال توخيل راه ما كانش كيلعبوا، قال لك ولكن توخيل رجل صريح واضح، خدم مزيان غندير معك غتلعب رسمي. خاص الوضوح، خاص الصراحه، خاص التواصل، وخصوصا ما خاصش التدخل ديال اي واحد بعيد كل البعد على الاختصاص ديالو هذا باش الامور ما تزيدش. مثلا ملي كنقول هاد الهضره هادي مثلا ما كنهضرش على الحاله ديال زياشه ولا مزراوي، كنهضر على عامه كاين التدخل ديال وكلاء الاعمال، كاين التدخل ديال الصحافه اللي كتكون خدامه على ولا ممنهجه لتلميع شخص ما او لا ما تهضرش عليه اعلاميا مزيان تهبطوا. هنا خاص يكون واحد حكيم نصير وفوزي القجع، هادو اربعه اللي مخول لهم انهم يجلسوا باش المغرب المنتخب المغربي ما يضيعش في هاد الجوج هذا، وميم طون نخليو الهيبه والوقار كما كان الاسم ديالو واحد متفقين او مختلفين معاه كيف ما كان الاسم ديالو كيبقى سميتو مدرب المنتخب الوطني المغربي وله سلطه وله هيبه.